هل يواجه الطلاب الأجانب بأمريكا خطر الترحيل أم لديهم فرصة أخرى؟ حلقة هامة هذا الصباح ولقاء مع المحامي الأستاذ محمد الشرنوبي المختص بقضايا الهجرة والتجنس حول القرار الأخير لإدارة الهجرة المتعلق بالطلاب الدوليين الذين يدرسون بالجامعات الأمريكية. أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في بيان لها يوم الاثنين الماضي أن هؤلاء الطلاب سيتعين عليهم مغادرة البلاد أو سيواجهون خطر الترحيل إذا تحولت الدراسة بجامعاتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط، فيما أكد بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء أن الطلاب الذين خططوا لدراسة هذا الخريف في الولايات المتحدة ربما لا تزال لديهم فرصة للقيام بذلك. ما بين خطر الترحيل الفرصة المتاحة لاستكمال الدراسة، وجد مطالعو البيانين أنفسهم في حيرة وأن الأمر غير واضح بالنسبة لهم ويثير الكثير من التساؤلات. هذا اليوم يجيب الأستاذ محمد الشرنوبي المختص بقضايا الهجرة والتجنس على هذا السؤال. هذه الفقرة برعاية متميزة من مكاتب الشرنوبي لقضايا الهجرة والتجنس www.الشرنوبي.com. صباح النور لك أستاذ محمد، ويسعد صباحك وصباح كل مستمعينا. صباح الخير عليكي وصباح الخير على جميع مستمعين الراديو والمشاهدين لايف دلوقتي على الفيسبوك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية قبل أن نستعرض أسئلة وأجوبة حول هذا الموضوع، أمريكا تسمى بأرض الأحلام للعالم أجمع للباحثين عن فرصة معنوية أو مالية وحياة أفضل، هل بدأنا نشهد صفحة جديدة من تاريخ أمريكا أستاذ شرنوبي؟ هل انتهت فكرة أن أمريكا هي أرض اللاجئين، أرض الأحلام بشفافية كما تعودنا منك أستاذ محمد؟ هو احنا بداية عهد جديد، عهد جديد مش هتبقى بالسهولة اللي كانت عليها امريكا خلال 20 سنة الماضية، ولكن سوف تزال وسوف تظل امريكا هي ارض الاحلام لشعوب كثيرة جدا تلجأ اليها لما تتعرض للظلم في البلد اللي هم اتربوا وعاشوا فيها، او يلجأوا لها كمنارة للعلم في العالم كله يتعلموا وياخدوا النوليدج المطلوبة أو النوها وعشان يرجعوا بيها لبلادهم. أستاذ محمد، دعني أؤكد على نقطة هامة جدا من حيث بدأت، هو عهد جديد أو حقبة جديدة، هل نستطيع القول أن الانتخابات الأمريكية ربما تغير في واقع هذه الحقبة؟ هل نستطيع القول أن يأتي رئيس آخر ربما سيغير القوانين الموضوعة؟ هل هذه القوانين ثابتة الآن أم ممكن أن تتغير إذا أتى رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه نقطة هامة قد تغيب عن الكثيرين. طبعا كتر خيرك أنك قلت النقطة دي، هي هو لغاية النهاردة ما فيش تغيير في قوانين الهجرة، هي ليست إلا قرارات إدارية أو قرارات رئاسية، لو تغيرت الحكومة الحالية سوف تتغير وتتلاشى هذه القرارات معها. حتى الآن الكونغرس لم يصدر قانون واحد يغير في شكل الهجرة حتى الآن، كلها قرارات إدارية وقرارات رئاسية زي ما قلت. هل يحق للرئيس تجاوز الكونغرس وإصدار قرارات رئيسية أو أشياء تتعلق بالهجرة من غير الموافقة الكونغرس وتصبح نافذة أستاذ شرنوبي؟ نعم، هي قرارات رئاسية بيسموها executive order، القانون اداله السلطة انه يأخذ هذه القرارات، ولكن يجوز للمضرور ان يلجأ للقضاء ووقف هذه القرارات. أستاذ شرنوبي، بالعودة إلى موضوع الحلقة الهام والذي قد يطال العديد من الطلبة الدوليين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعني ظلموا بسبب كورونا COVID-19، يعني كيف لإدارة الهجرة أن تصدر بيان أن على هؤلاء الطلاب مغادرة البلاد أو سيواجهون خطر الترحيل إذا تحولت الدراسة بجامعاتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط؟ ألا يعد هذا يعني ظلما للطلبة الموجودين بشكل نظامي ولا يد لهم فيما حدث؟ هو حضرتك خلينا نرجع القانون الأصلي اللي هو بيقول ان الطالب الدولي يجب ان يدرس 12 كريديت اور في البروجرام، لو كان اندر جراديوت، لو كان
جراديويت ممكن توصل 9 كريدت اورز، وده كان القرار اللي ماشي عليه لغايه مارش 13 2020، شهر 3 13 يوم حلو قوي 2020 سنه جميله. صدر قرار من اداره الهجره وهي ايس، قالت لك احنا هنعمل اكزامشن السنه دي عشان تفشي المرض وعشان الفيروس، هندي الطلبة الدوليين اكزامشن ان هم ممكن يدرسوا اونلاين ايا كان عدد الكورسات اللي هياخدوها. لما حصل ان الجامعات كلها حولت كل كورساتها اونلاين، يعني السمستر كله اونلاين، لما حصل وان ده تناقض مع ادارة الرئيس ترامب اللي عاوزة تفتح البلد وعاوزة الجامعات تشتغل وعاوزة الناس تشتغل والغلق ده يخلص، صدر قرار جديد من يومين قال لك فيه لا احنا هنرجع في كلامنا، مش الاكزامشن ده احنا شلناه. يبقى هو القانون الاصلي اللي هو انه يفضل 12 كريدت ولازم يحضروا بنفسهم في الفصل، ولكن رجعوا في كلامه الاكزامشن ده سحبوه تاني وقال لك اللي مش هيحضر يا اما مش هندخله وهو داخل يا اما هنحوله للترحيل فورا من امريكا. فمش بس اللي هنا هيترحلوا، لا ده وانت داخل الجامعات لازم تقول هي كورساتها هتعملها اونلاين ولا هتعملها ان كلاس. لو هتعملها اونلاين هم هيبقوا عارفين اللي واقفين على الباب، اول ما يفتح الفيزا بتاعت الطالب ويحط اسم الجامعه هيطلع للكلاسات اونلاين، هيشحنوا على الطياره اللي جاي منها ويرجعوا بلده تاني. يعني الموضوع خطير جدا جدا. يعني استاذ شرنوبي، يعني موضوع لا يصدق، يعني طالب يدرس له سنوات ربما يتابع تحصيله العلمي يجد نفسه مرحلا لسبب لا يد له فيه، يعني الجامعات قررت ان تحول دراستها الى الاونلاين. طيب قبل أن أستعرض معك ما قالته وزارة الخارجية وهذا التناقض والتضارب في التصريحات، يعني ما أثار اللبس لدى الطلبة وكثير من المتابعين لشأن الهجرة وهو الملف الأكثر سخونة اليوم، يعني حضرتك كمحامي، يعني هل رأيت مثل هذا الإجراءات التعسفية سابقا في أي إدارة سابقة؟ يعني هو إحنا شفنا الموضوع ده حصل بالنسبة للطلاب الانترناشنال سنة 2001 لما حصل سبتمبر 11 ولما حصل ضربة اللي حصلت الإرهابية، حصل إن عملوا اخترعوا حاجة جديدة اسمها سيفيس. سيفيس ده عبارة عن زي سيستم الجامعة بتبقى زي الكفيلة للطالب جوه أمريكا، أي حاجة الطالب ما يحضرش، الطالب يفوتوا كلاس، الطالب ما يجيش من بلده، لازم تعلن الإميجريشن، وابتدت الحلقة تضيق على الطلاب من هذا. بس كان ساعت عندهم حق ان اللي كانوا ضربوا ونفذوا المهمه كانوا كلهم طلاب. صحيح. لكن النهارده من غير اي وجه حق انت جاي النهارده تمنحهم انهم يخشوا، انت جاي النهارده بعد ما الجامعات صرفت الملايين على سيستم، وبعد ما الطالب، احنا خلي بال حضرتك النهارده احنا شهر 7، يعني بعد شهر الطلاب حاجزين تذاكرهم والطلاب دافعين مصاريفهم، انه بيبتدي تقريبا نص 8، فبيشقلب الايه بيشقلب الاحوال كلها. وعشان كده في خبر حلو ما اعرفش حضرتك عرفتيه ولا لا، البارح جامعة هارفارد بنفسها رفعت قضية على الإدارة تطلب وقف تعليق لهذا القرار فورا، وده لسه يعني طالع البارح مساء رفعوا الدعوى القضائية. نعم أستاذ شرنوبي، يعني قامت جامعة هارفارد وأيضا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا برفع دعوى قضائية لمنع تنفيذ سياسة إدارة الرئيس ترامب الجديدة التي من شأنها أن تجبر الطلبة الأجانب الذين يدرسون دورات عبر الانترنت فقط هذا الخريف على العودة إلى بلادهم، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNN. إذن أستاذ شرنوبي، الآن ما هو موقف الطلبة؟ كيف سيتعاملون مع هذا التحدي الخطير؟ وكيف تفسر موقف الخارجية؟ يعني الخارجية الأمريكية أصدرت يوم الثلاثاء نبأ حمل تايتل يعني بالعنوان أنباء سارة للطلاب الذين خططوا للدراسة هذا الخريف في الولايات المتحدة. أكد البيان أن هؤلاء الطلاب ربما لا تزال لديهم فرصة للقيام بذلك وفقا لمواقع كثيرة منها موقع CNN والحرة الأمريكية، ودعت الوزارات الطلاب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة إلى التواصل مع السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلادهم للحصول على المعلومات اللازمة. ماذا تفسر أستاذ شرنوبي هذا التضارب في التصريحات؟ هو يعتبر زي ما بيقولوا تحايل ان هم يحاولوا يبينوا ان ده في مصلحة الطالب، ان العبرة من الطالب يطلع من بلده ويجي امريكا
انه يحصل يقعد في الكلاس فيحصل زي ما بيقولوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا ويحضروا ويشوفوا الكالتشر المختلفة من البلاد، يشوفوا المدرس شخصيا، يكلموا معاه يسألوه. الكلام ده كانوا محرومين منه لو كلاسات هتكون اونلاين. هما بيحاولوا ان هما يجملوا قرار العائب او قرار الغلط بايه الاوجه الحلوة فيه. ولكن ما ننساش ان اساتذة الجامعة كلهم في سن كبير، أساتذة الجامعة مصروف عليهم ملايين، وجامعات حطت فيهم فلوس كتيرة جدا وتأمينات وتأمين صحي. إنك تعرض أستاذ الجامعة إنه ينزل يدي الفصل بنفسه في الظروف اللي احنا فيها دي ومرض كورونا، أنت يعني بتكلف الجامعة وبتعرض أرواح فعلا سواء كطلبة أو كأستاذ جامعي إنه هم يتعرضوا للإصابات خطيرة وممكن الوفاة عشان خاطر أنت تنفذ السياسة إنك تفتح البلد وإنك تمشي الاقتصاد دولة الأمريكية. أستاذ شرنوبي، يعني سؤالي الآن، بين الخارجية الأمريكية وآيس ماذا سيطبق فعليا على أرض الواقع؟ يعني الخارجية قالت ربما لديهم فرصة، ما هي الفرصة برأيك؟ يعني شو الفرصة اللي فعلا حقيقية التي ستغير من قرار دائرة الهجرة والجمارك وقرار الترحيل الذي ربما يتعرض له الطلبة لو لم يحصل أي تغيير في الأيام القادمة؟ وربما الجامعات الأمريكية مثل جامعة العريقة هارفارد قادت، وسنعرف ماذا سيفضي هذا القرار بالنسبة إلى المحاكم أيضا الأمريكية. هما ثلاث فرص. أول فرصة إن الجامعة ترجع في كلامها وتعمل الكلاسات كلها in person في الكلاسات، وبالتالي دي فرصة ليهم. الفرصة الثانية إن هما ياخدوا ثلاث credit hour بالأونلاين والباقي ينزلوله إن هما يروحوا الكلاسات في اللي بقيت الـ 9 credit hours، أو في حاجة اسمها hybrid يعني زي hybrid classes اللي هو بدل ما يروح الكلاس كل يوم يروح مثلا مرة كل شهر 3 أيام ويحضر الثلاث كريدت التانيين أونلاين. فبالتالي هم بيحطوا ضغط شديد جدا على الجامعات ويدوا الطلبة الفرصة ان هم يضغطوا. ما طبعا النهاردة جامعات آلاف الإيميلات رايحلهم جايلهم، طلاب بيروحولهم بيصوتوا، فبيحطوا ضغط شديد جدا على الجامعات. وده اللي أدى ان جامعة هارفارد وان جامعة هارفارد بنفسها ترفع قضية على الحكومة الأمريكية، ده يمكن سبقة من نوعها. فبالتالي ده واضح انهم حاطين ضغط جامد على الجامعات. أستاذ شرنوبي، يعني بحسب البيان الخارجية الأمريكية قالت، شدد البيان أنه لا يزال يتعين على الطلاب الدوليين الحصول على التأشيرة المناسبة، وقد يظلون خاضعين لمعالجات أخرى للتأشيرات أو قيود السفر بسبب كوفيد-19. ماذا يعني هذا؟ هو طبعا السفارات قافله، يعني لو واحد حتى عاوز يروح ياخد سفاره ياخد فيزا النهارده مفيش فيزا مفيش فيزا اصلا يعني، والسفارات ما زالت قافله. في سفارات فتحت ولكن في عدد محدود جدا بالنسبه للزوج وازواج الامريكي، وبالنسبه للحاجات الامرجنسي زي الباسبور ضاع، ورق السفر جرين كارت بتاعه ضاع. ولكن فعليا مفيش F1 student visa السنة دي، ولكن هم الطلاب العائدين اللي هم خرجوا عشان يقضوا الصيف مع أهليهم وراجعين، أو الطلاب القاعدين في أمريكا مستنيين السمستر يشتغل. يعني هل نستطيع القول باختصار أن ما صرحت به الخارجية الأمريكية أستاذ شرنوبي لذر الرماد في العيون ربما للتغطية على القرار الخاطئ للحكومة الأمريكية؟ دعني أورد لك بعض ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة، حيث عبر الكثير من الطلبة الدوليين عن شعورهم بالإحباط بسبب هذه الخطوة التي ستقودهم لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية. الروائي الشهير ستيف كينغ تعليقا على القرار، أهنئ الجامعات غير الأمريكية لأنهم سيحصلون على طلاب مغتربين رائعين غادروا أمريكا مضطرين. أيضا علق عمدة نيويورك على القرار قائلا، فكروا في كل ما قدمه لنا المهاجرون، فكروا في أطباء المستقبل الذين لن يكتشفوا لقاحات لنا. كيف تعلق؟ يعني هل هذا الإعلان من الخارجية الأمريكية، أنا لم أرى فيه أي إضافة فعلية أستاذ شرنوبي، فقط يعني نقدر نسميه فيك نيوز زي ما هم بيسموا. يعني حقيقة أنا شفت أنا شفت أنباء سارة، فين الأنباء السارة دي؟ نعم
نعم أستاذ شرنوبي، يعني تحديدا يعني لا جديد، من يقرأ هذا البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حقيقة لم يأتي بجديد، ولكن كما أشرت حضرتك فيك نيوز مجرد تغطية للقرار الخاطئ بالنسبة للحكومة الأمريكية. يبقى فقط الشق الاقتصادي أستاذ شرنوبي، دعنا نذكر وحضرتك عارف بهذه الأمور، يعني أكثر من 1,000,000 طالب أمريكي دخل الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام. هذا العائد الاقتصادي يعني ألا يحسب فيما تصدره الحكومة الأمريكية من قرارات خاطئة بشأن الهجرة؟ طبعا هذا مصدر واحد فقط، يعني أنا أقول مصدر واحد فقط. والله هو ده بقى اللي هيجنني، إزاي أنت عاوز تمشي الاقتصاد وميكس أمريكا جريت أجين، وإن أنت عاوز توقف الإيكونومي على رجله مرة واحدة، وداخل عمال تدي قرارات غير طبيعية. يعني حتى الناس اللي وقفهم هم ياخدوا الجرين كارد، دول زي ما بيجوا ياخدوا وظائف، دول ناس بيبيعوا بيوتهم وبيبيعوا ممتلكاتهم وييجوا يستثمروا في أمريكا. احنا ليه بنبص للجزء الوحش بس من الهجرة وبنسيب 3/4 الهجرة الناس اللي بيجوا معاهم ملايين ويشتروا بيوت ويعمل حركة في كل المجالات وكل كل البيزنس بتشتغل؟ ليه انت يعني انا بجد التناقض في القرارات وفي التصريحات اصبح يصير القلق، ان هم يعني ليه بيعمل ايه الهيدن انتنشن. انا كمحامي بحب اعرف هم رايحين فين عشان اتوقع اللي ممكن يحصل في المستقبل اقوم افيد الموكلين بتوعي. الاداره الحاليه افقدتني هذا، يعني انا مش قادر اعرف هم بيفكروا ازاي وتصريحاتهم وقراراتهم دي واخداهم على فين بجد. يعني أستاذ شرنوبي، يعني يبقى فقط الأمل بالنسبة للطلبة الدوليين مع استبعاد ما أصدرته وزارة الخارجية، لم أرى فيه أي جديد حقيقة أو أي إضافة أو أي أنباء سارة، خلينا نكون عمليين. يبقى فقط الأمل أن تكسب الجامعات، ونأخذ إكزامبل أو نموذج جامعة هارفارد أن تكسب القضية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب. هل هذا واقعي وحقيقي وقريب؟ يعني فقط هذا هو الأمل الحقيقي، أو كما أشرت تلجأ الجامعات إلى الكورسز إن بيرسونال، يعني يكون الطالب متواجد في الكلاسز، وهذا قد يعرضهم لخطر يعني شديد صحي أيضا. ألا تضع الإدارة يعني أيضا المهاجرين هدول أليسوا بشر؟ يعني ألا يستحقون السلامة والأمان؟ يعني لا أفهم والله، يعني كيف يمكن لبلد عظيم مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يتجاوز كل هذه القيم الإنسانية الراقية التي نشأت عليها؟ فعلا هو قرار صادم جدا، وأنا متوقع أن احنا إن شاء الله القضية اللي ترفعت وقضايا تانية هترفع خلال الأيام القادمة كثيرة كمان، ان هم يوقفوا وقف تعليق لغايه ما الطلبه يخشوا لغايه ما الطلبه، ونرجع ونقول تاني في الاخر معادنا في الانتخابات. لو احنا عاوزين نغير بايدينا ان احنا نغير، لو احنا عاوزين نفضل في الجاس ستيشن بتاعتنا وفي الليكر ستور بتاعنا قاعدين بنعمل ساعات، يبقى خلينا كل مره نعمل حلقه انا وانتي ونبكي على يعني زي ما بيقولوا على اللبن المسكوب وخلاص، ده اللي هيبقى في ايدينا. القرار ان احنا ننزل ننتخب، القرار ان كل واحد يسجل نفسه من النهاردة في الانتخابات عشان نوقف الإدارة دي انها تصدر قرارات مش في صالح المهاجرين بهذا الشكل. أستاذ شرنوبي، نصيحة أخيرة للطلبة الدوليين، ماذا عليهم ان يفعلوا الآن في خضم كل هذه يعني التشويش وربما الصدمة التي يعيشون بها؟ ماذا تنصحهم كمحامي هجرة؟ كمحامي هجرة أقول لهم يعني تابعوا القرارات جيدا جدا جدا جدا، ما تسمحوش للإدارة إنها تعمل لك ديبورتيشن في المطار وترجعك ويبقى فيستك أنت خسرتها، ما تسمحش الإدارة إنك تحطك في الترحيل من أمريكا ويبقى أنت خسرت مستقبلك في أمريكا. لو طلبوا منك ترجع والقضية اترفضت ارجع، فيستك موجودة تقدر ترجع تاني لما الأوضاع تتحسن، ولكن اوعى تعاند وتقعد، مستقبلك وعلمك ودراستك اهم شيء تحافظ عليه في الوقت الحالي. يعني رأي حضرتك ان يخرج الطالب طواعية ولا يعرض نفسه للترحيل القسري، هذا هو يعني اذا اضطر. نعم، هذه هي النصيحة الادق. الان النصيحة الامتثال الى اي قرار، حتى لو جيت في المطار وقال لك ارجع ما تقوحش، قول له حاضر وادفع التذكرة اللي ترجع بيها
ما تقاوحش عشان لو خسرت فيزتك والأفسر عمل لك ديبورتيشن وحطك في 5 سنين ما ترجعش أمريكا، أنت اللي خسرت، هو مش هيخسر حاجة، هو بينفذ القانون. فأرجوكوا الامتثال الامتثال الامتثال، واترك البلد تطوعيا وخلي فيزتك معاك تقدر تيجي لما موضوع الفيروس يتحسن أو الجامعات تجد طريقة مع الإدارة. الأستاذ محمد الشرنوبي، كان عنوان الحلقة هذا الصباح: هل يواجه الطلاب الأجانب بأمريكا خطر الترحيل أم أن لديهم فرصة أخرى؟ نتمنى أن تكون هناك فرصة أخرى وأن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية الحلم لكل الطلبة القادمين. أشكرك أستاذ محمد الشرنوبي المتخصص بقضايا الهجرة والتجنس، جزيل الشكر على هذه الإضاءة. أستاذ الشرنوبي، ممكن تأخذ حضرتك سريعا عفوا سؤال؟ تفضل يا فندم. نعم تفضلوا. مرحبا اخ شلوب. اهلين. هنا اريد اختصر لحتى لاخذ الوقت، يعني وقت قصير. هنا لو لاحظنا انتم دا تركزوا مثلا على الجامعات وعلى الكليات الموجوده في هارفرد وماساتشوستن بوستن، لو لاحظنا انه عدد الطلاب الاجانب وخاصه الصينيين عددهم يتفوق العدد الامريكي، هل يا ترى هم اكثر من الامريكان؟ هل يا ترى ليش عندهم فرصة أكثر؟ ليش العدد الهائل؟ مع العلم أنا دخلت معهم وبطل القبول البروفيسورية من يقبلون الطالب طبعا عند الامتحان، لما يجون من الخارج هم عندهم المعلومات اللي عندنا بأمريكا تدرس، يدرسوها من هناك. لما يجي هنا سؤالك سيدتي، يعني باختصار لو سمحتي يدهمني الوقت، ما هو السؤال؟ سؤالي لازم نحدد دخول الطلاب، يعني قسم هي حالة اقتصادية لا مو حالة اقتصادية، هي مو أغلى. لماذا يعني أترك هذا طبعا؟ لا يعني أأيد نعم. القرار. نعم شكرا لك. شكرا تمام وصلت الفكرة، خلي بالدقائق المتبقية معلش أستاذ شرنوبي إليك الجواب، أنت الأقدر أن ترد على هذا الموضوع. شكرا لك سيدتي على المداخلة، تفضل أستاذ شرنوبي. هو ما احنا عندنا جامعات في مصر وفي دول العربية، وجامعاتنا أنا بشوفها أنها أقدر وأحسن من الجامعات الأمريكية في بعض الأفرع، ولكن تبادل الأفكار وتبادل الطالب الصيني حتى لو بيجي وعنده المعلومات دي ان هو يحضر الكلاس ويتكلم ويشرح، ده بيفيدنا في امريكا زي ما بيفيده هو كمان، وهم مش جايين يضيعوا وقتهم وبيجي بفلوس. وعندي سؤال تاني اكثر بتعلم الطلبه الامريكيه. نعم نعم، وهو رافد اقتصادي قوي جدا، يعني ستخسر الجامعات الامريكيه وانا يعني اكيده من الاحصاء وستغلق ابوابها لانها تعتمد في جزء كبير من دخلها على الانكم اللي جاي من لكن سؤالي استاذ شرنوبي، يعني لماذا نحرم طلبه متفوقين من المهاجرين الدخول الى الولايات المتحده الامريكيه اذا كان هناك طالب أمريكي يعني متجنس لا يريد أن يتعلم؟ يعني أنا لا أفهم. يعني طالب موجود عنده كل الفرص عنده كل الإمكانيات لكنه كسلان لا يريد أن يواصل علمه، لماذا أنا أحرم الطلبة المهاجرين من فرصة العلم؟ يعني ما لا أفهم هذا المنطق. يعني وبالذات يا فندم معيش إن الطالب اللي بيجي يدرس بفلوسه بيدفع لطالب تاني هنا مجتهد وليس عنده الامكانيات انه يدفع لدراسته، فهي وجودهم حتى لو مش محتاجين بيفيدنا ماديا جامد جدا. ايضا سؤال مهم جدا استاذ شرنوبي، يعني جميعنا مهاجرين، لماذا انا اخذت الجنسيه ويمكن المتصله اخذت الجنسيه، لماذا نحن اوكي ناخذ الجنسيه وناخذ فرصه في الولايات المتحده الامريكيه، هذه الفرصه غير متاحه الى القادم الان من جديد؟ يا هو نوع من أنواع تفكير مختلف، ولكن كله نحترم جميع الآراء ونحترم جميع الأفكار يعني، ونحترم أن الهجرة هي رافد أصلي أستاذ شرنوبي للمهاجرين، وأمريكا بلد المهاجرين، بلد فتحت أبوابها لكل المهاجرين، هذا البلد صنعه المهاجرون، وتبقى الهجرة هي الرافد الذي يحيي النسيج في أي مجتمع. أشكرك أستاذ شرنوبي جزيل الشكر، تحياتي لك ولكل مستمعينا، ونلتقيك في موضوع
موضوع مهم آخر، الانتخابات والهجرة وملفها نتناوله معك في إن شاء الله الأسابيع القادمة. إلى اللقاء إن شاء الله. تحياتي لك. هذه الفقرة كانت برعاية مكاتب الأستاذ محمد الشرنوبي والويب سايت www.الشرنوبي.com. إلى اللقاء، تحياتي لك أستاذ الشرنوبي.